حرارة دوني على ابن عليك من هنا حرارة كي حب الله جوز يعني مرح ولا ولا جلس شو البرد أبارك ولا جلس يا صاحب
والجارية. قابلتك يا فارس الزمان لك من الخاضعات ولفروسيتك من المعجبات الخانعات ولرجولتك وأوامرك من الطائعات. لما تشيح عني بوجهك الصبوح أيها الأبلل؟ ارحم فؤادي يا من على عرش قلبي متول. أتعني وتكرم علي بنظرة أيها الجحجح الأبهل. تعطف ارأف لحالي يا أسد البيداء الأرهج الأذهل يا من في صحة الوغى أهول. ولكن نشكي هاد الشباب هذا يعني بغا يوصلوا شي حاجه بغاو يوصلوا البلاد ماشي عند التلفزيون يعني كاين شباب بزاف بحال هادو بزاف يعني باغيين يشوفوا بعيد وكتجبر الناس كيبغيو يقمعوا منهم واحد هذا ما عرفش اسمه ولا حتى حاجه باش حسيتي شنو واحد لا رياكسيون اللي كانت شنو كتحس براسك بحال دابا انا كيوقع لي بحال هذا شوف انا عامي جدي وما شنو وقع لي شبر الطاكسي عندي تلز الباليز قال لي لا عندك تلز الباليز ما نهزك شي علاش كنت عندك الباجاج بزاف علاش شي جوج ثلاثه ديال الناس باش يديهم 10 درهم 10 درهم 10 درهم ما يدينيش انا يا بوحدي ب 10 درهم هذه وحده مني شو كتمرض بحال كتمرض من الداخل كتقول انا عمي شي بحال ولا شي مره كتمشي تسمى الحمساني عندي ديك الصدور في البيت ديالي خاصني عاوتاني غادي تمشي مع ديك القصر ها تمشي مع ديك القصر سامع كبير لا من دون مهاجرة كاين ديال واحد الساعة كم ساعة 2001 2001 انت كنت مش واحد التغيير المقدر ان كاين تغيير في المغرب كاين تغيير المشكل انه هو الوعي ما كاينش ولا الناس ما بغيوش يخلوا الناس هو ان الانسان باغي يمشي بعيد ولكن واش الناس اللي ما عرفتيهم هما اللي غاديش يوعوا الناس واش كتظن ان المسؤولين هما اللي باغي يوصلوا يمكن لانهم هذا الشيء هذا بحال نقولوا حنا بحال اللي كنقولوا الشارع يعني بحال هذا الشيء هذا فهمتي يعني باغي يخلوا الناس هيدا باش يمشيو بعيد لا عمي تحتاج الفرصه الاعلاميه من بابا الاصوات شنو بغيتي تقول مثلا المسؤول ونحن نعم يخليهم الشباب لأنهم فهموا يتكلموا ويعطيو لزنبل ديالهم الآراء ديالهم ويوصلوهم لهم لأن كتجمع أنت مسؤولين ماشي بفرق أنا ما كان لكم حاجة يعني أميا وكي كتجمع تفهموا ولكن لا جمع يعني شباب وصلوا واحد أشياء وفهموا هم وصلوا مع زين مسؤولين كبارين يعني غادي نمشيو بعيد ان شاء الله علاش هاد النقد دابا كتبغي انت الشباب دابا هنايا اللي غادي تخرج يعني الاغلبيه عندهم 14 سنه 15 سنه يمشيو لاوروبا هذا جندي بصراحه هذه
الساعة القادرة. حتى الميكرو حتى هذه المسؤولية حملني إياها السيد رئيس المجلس الجماعي لهذه المدينة. هذا غير الباروك، ماشي الفلوس حشي، لا الباروك ديالك مادام ذكرتي الفلوس. وهذا الباروك ديال سيدي عبد القادر مطاع، وين تاخذوا ليه؟ علاش قلت لكم انا استاذ سي عبد القادر سيدنا؟ لانه الوقت اللي كنا حنا كنعطيه 50 سنه كنا كنعطيه، كانت هذيك الساعه امكانيه ضعيفه. اليوم الملايين كتشتت في ديالي، الملايير كتشتت. انا فين؟ انا سي عبد القادر ما خسرناش فلوس، ربحنا جمهور. احنا بالمناسبه اليوم العالمي اليوم الوطني للمهاجر، قلنا ما فيها بس في هذه المناسبه نتواصلوا مع الاخوان ديالنا في ديار المهجر بعد النفحات الفنيه في هذا المسرح، ونجيبوا هذه النجوم. وكذلك هذه الايامات مع شي اخوان، وانا كنفكر في تيسوكين وهذا السيد عبد القادر مطاع، قلت لهم خصنا نكرمهم في قصر كبير. فعلا ربط اتصال مع مدير المسرح وزاره الثقافه، اتفقنا على اساس غادي يعطونا جوج ديال الفرقات، فرقه ديال محمد الجم والفرقه ديال السي هذا الاخوان ديال حسن جندي الله يرحمه، انوار ابن الحسن. وفعلا كنا محظوظين، استضفنا هذه المسرحيه قسم مشترك مع الاخوان ديالنا في ديار المهجر. كما لاحظتم امسيه كانت ممتعه مزيانه، الاخوان شطوا عجبهم الحل، ولكن لا يخلو اي نشاط شويه ديال التشويش شويه ديال كذا. نعم كان نشاط ناجح كما لاحظتم، ولكن احيانا مني كيشوفك الخصم السياسي غادي ينجح في شي حاجه كيبغي يخلق شي مشكل ولا شي تخربيق. الحمد لله خرجت الامور بخير، ولكن هذا هو المشكل، لان احنا لما الدوله ديالنا قالت غادي تنزل الملف ديال المونديال، اول ناس اللي نزلوا الملاعب مخربه وصوره سوداء على المغرب ما عندوش مؤهلات هما المواقع المغربيه. حنا عارفين من هما اعداء النجاح ديال البلد، ناس فرنسا وواحد العدد دول ناضت كتدافع والقطر الى غير ذلك، حتى الجزائر اللي هي خصم في الوحده الترابيه، ولكن ابناء من الوطن ناضوا ضد هذا المطلب ديال المغاربه. اذا الله سبحانه وتعالى قال القران الكريم: وما من قريه الا فيها جاهل او جاهلين، يعني هذا عادي. ولكن اللي ماشي عادي هو الانسان عنده العرس وواحد يجي يطفي عليه الضوء، ومسكين عنده عرس ناشط ويجي يطفي له الضوء باش يخسر لك النشاط. الله يهديهم بعض الاخوان. وهذا السؤال ديالكم اللي هو كان واجه، ما هي الحاصله؟ هو الشيء اللي بغيت نقول لك. انا استغربت من الاخ الجندي اللي تكلم في سير جامعي، استغربت، ما اتصل حتى بشي عضو ولا بيا شخصيا، ولكن اعطاني بعض المشاريع وبعض التصورات اللي عند المجلس. كنشكره بزاف على الاهتمام، وهذا يدل على ان الانسان على بال. شخص لا ما كاينش، اودي راه كاين منطقه صناعيه، انزيد اكده الحمد لله حضرت بموافقه السيد وزير الداخليه غادي يعطينا بجوج الارض سجلوها الله يجزاه بخير. وهذو الرعايا العوفيه ديال سيدنا والشركاء اللي غيساهموا، وزاره التجاره والصناعه
وتنميه اقاليم الشمال وجهات طنجة تطوان شركاء ونقول قصروه حنا مشينا 70% في المسطره. هذا الرئيس كيتكلم مسؤول، اذا جات شي تعرقل وجات شي مشاكل غادي نوضحوها لقصروه، غادي نوضحوها للمواطنين. وكذلك مدرسه كره القدم حتى هي طموح السير قجاع استجب. الان الدوره اللي ما جا عندنا اقتناع ديال القطعه الارضيه 4 القطارات اللي غتكون فيها مدرسه كره القدم، التكلفه ديالها 8 مليار. واخا ماشي الموضوع ديالنا اليوم، ولكن الاخوان الله يهديهم كيحكونا باش نقولوا هذا الشيء. نعم هل كان هذاك الجدال من نوع من 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 الخصم اعدائك السياسيين؟ لا، هو دائما اذا كنت نجح فوقاش كيتحرك النحل. ملي كياكل العسل بالجباح، ملي ما كياكلش عند العسل كيكون مسكين تا هو مقمل مريض وما فيه تيسير وما كيعاد مهور. واللحظه اللي كيكون الجباح عامر بالنحل، النحل كيعاد كيكون هايج. ولهذا كل ما كنكونوا حنا كينتقدونا وكيصعروا علينا كنكونوا في الطريق الصحيح. اليوم وامس البارحه وبعد قبل البارحه كاين تصفيت في الشوارع مدينه قصر الكبير كما لاحظتم في الموقع ديال الجماعه. اش بغيت الخصم ديالك يدير؟ وينتظر مسكين سنه 21 طامع باش يكون في البلديه، وهذا مشروع كل حزب له الحق، وهذا الطموع مشروعه. ولكن اللي ماشي مشروع هو السلوك اللي هو لا اخلاقي. اللي قال السياسه ماشي اخلاق غلط، السياسه خاصها تكون فيها اخلاق اولا باش كتحافظ على التوازن وعلى التحالفات. وإلا ما كانتش بهذا الشكل اللحظه اللي كتكون النتيجه كتبان راسك بوحدك. حنا كنشتغلوا في اطار 3 احزاب اصلا ومعاصره، الاحرار، الحركه الشعبيه، غادي موفقين. كاين ضغوطات كاين تشويش، ولكن سننتصر. الحلم ديالنا مشترك مع قصروه ومع جميع المغاربه، والشكر موصول لوزاره الداخليه اللي مواكبه معنا وكتدعمنا الدعم لا مشروط الحمد لله. وباقي قطاعات وزاريه، التربيه الوطنيه، وزاره الفلاحه، 10 المشاريع. في خطاب صاحب الجلاله الاخير قال بان لابد من تبديل المخر، الا ترى ذلك الجمله بخصوص ان الناخب القدم ليس ليس كفء؟ سيدنا تكلم صارح مع الاحزاب، تجديد النخب والكفاءات والتشبيب. حنا الا شافوا فينا السكان على اننا ما بقيناش في المستوى المطلوب ديالهم خصنا نشوف حالتنا ونقول له بكل صراحه. نتمنى شي نخبه في المستوى احسن مني اللي يدخل زمام الامور وانا نصفق ونعاون وعين نشوف وليداتي والساكنه ديالي في واحد المدينه اللي في واحد الحله جيده. هذا هو الامل ديالنا لا غير. ماشي الامل ديالنا هو انا نكون كنحكم، انا نكون غلط، لا، نكونوا كاملين كنتعاونوا على الوطن ديالنا، على الجهه ديالنا، الاقليم ديالنا، المدينه ديالنا. نعم بعد تعيدوا ساكنه القصر الكبير. ساكنه القصر الكبير كان وعدهم بالصبر والمواكبه، غادي نواكبوا وغادي نصبروا حتى يجيب الله التيسير. وان شاء الله نحن يدنا في الدم من اجل تحقيق الغايه ديال السكينه. حرام مدينه قطر الكبير لما يتكلمون مؤرخين او الحاضره في المغرب وصلت واحد الحاله اللي لا ترضي السكينه. اليوم السكان كيلمسوا كاين شويه كاين تحول، نحن غادي نضعفوا المجهود ديالنا باش المدينه ديالنا تكون فحال الناس احسن من الناس. طموح فين كاين المشكل؟ وإلا ما وصلنا شيء غادي نقولوا مع الإخوان احنا فشلنا وما قدينش. الله يرحم والدين، جيبوا ناس أخرين اللي يمكن ياخذوا زمام الأمور وحنا معاهم. فين كاين المشكل؟ ما في مشكل. كنشكروا سيادة الرئيس على تبارك الله عليكم. بالمناسبة كان إي مواليد 25/9/59 61 سنة، رئيس جمعية السوق المركزي، مستشار جمعية ودابين الحفاظات السوق المركزي، رئيس جمعية الجهوية القدس الجزائري للعمرة المركزية. فاعل جمعوي
وما نخبوش شي حاجه اللي نضلوا بها على المجتمع، لا، لان تحاسبوا بها غدا امام الله. في الولايات جد ولايات دوزات من العداله والتنميه، جد ولايات وهي الاولى والثانيه ما قدمتش بحال اللي قدم الحاج محمد السمو، والله شاهد عليا ما قدمتش اللي قدم فيها الحاج محمد السمو في ظرف عامين ونص. الحاج محمد السمو عنده رجل تواصل، كيتواصل مع الضعيف ومع المسكين ومع اللي عنده ومع اللي ما عندوش، والطموح ديالو كله من اجل المدينه والشباب ديال المدينه. الشباب المدينه هما كيسمعوا، حنا اللي كنعانيو منه الحمد لله ولله الحمد، عندنا باشا في المستوى، عندنا رئيس مفوض الشرطه في المستوى، عندنا قياد في المستوى، واللي كنزيدو ناكدو عليه وكنأكدو عليه وهي كنطلبو واحد الزياره ديال جلاله الملك محمد السادس نصر الله من هذا الاقليم. السلام عليكم، اسميتي نور الدين عابير، عضو في جمعيه الديفي ديكسيو الثقافي ومنشط ومؤثر تربوي وفاعل جمعوي كذلك. حنا متواجدين الان في دار الثقافه من اجل تكريم جوج واحد الفنانه كبار يعني عزاز علينا، السي مصطفى الدسوكي و مصطفى الدسوكي عبد القادر مطاع. الحفله تميزت بواحد المسرحيه وهي بعنوان تطرف. المسرحيه هذه كانت في مستوى واعره بزاف، وشهدت الحفله هذا تكريم الفنانين عبد القادر مطاع ومصطفى الدسوكي، وقلت يهضر على الحيثيات ديال المدينه الى غير ذلك. كنقول التحالف الثلاثي اللي وقع في المدينه في العام الخمس الاعوام الاخيره هو في المصلحه ديال المواطنين. كانت بزاف ديال التغيرات منها الطرقات والى غير ذلك، وكنتمنى راه باقي واحد الحاجات صغارين، ولكن كنتمنى من هذه المدينه تزيد القدام، تخدم الشباب، حيت الشباب ما عندهم فين يخدموا. انا كطالب جامعي حاصل على الاجازه كنطلب كنبغي ندفع السيفيات ديالي كنمشي حتى لطنجه، كنمشي حتى الرباط، كنمشي حتى لكازا. لما تكون عندنا في المدينه هنايا شركه اجنبيه علاش لا، شركه محليه ندفع السيفي ديالي هنا. وكنشكر رئيس المجلس البلدي على المجهودات اللي كيقوم بها، واخا مجهودات هي قليله، وكنتمنى ان المجهودات تزيد تكثر ان شاء الله من اجل تحسين وضعيه الشباب في مدينه القصر الكبير. وشكرا على الاستضافه ديالكم كاملين، شكرا.